لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها وهي تجمع لك خيري الدنيا والاخرة وفيها من الخير الكثير ما لا يعلمه الا الله. استمع معي الى الدعاء الاول. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والاخرة فقد أفلحت. سبحان الله دعاء جامع مانع. إذا ضمنت أن يعفو الله عنك ذنوبك تغفر. العفو من أسبابه أيضاً رحمة الله سبحانه وتعالى بك. حفظه لك. يزداد رزقك. يعني العفو يعني الرضا عندما يعفو الله عنك، معنى ذلك مثل أنت إنسان بينك وبينه مشكلة، فإذا ما عفى عنك كنتيجة لهذا العفو سيرضى عنك وستكون الأمور أفضل. أنت بمجرد أن سألت الله العفو وقبل الله منك هذا الدعاء أصلحت علاقتك مع الله وسألته العافية إذا أنت أصلحت علاقتك مع الدنيا لأن العافية تعني الصحة تعني الحياة المطمئنة تعني الراحة النفسية تعني التخلص من الخوف والحزن يعني العافية ليست فقط عدم المرض لا إنسان قد يعاني من اكتئاب يسأل الله العافية الانسان قد يعاني من حزن شديد من ضيق في صدره يسال الله العافيه فالعافيه اذا اعطيتها بالدنيا ضمنت الحياه المطمئنه السعيده لذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان يحرص على هذا الدعاء ويقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره بل الاخره اهم من الدنيا لانك في الاخره اذا ضمنت ان يعفو الله عنك وأن يعافيك من الذنوب ومن نار جهنم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. الدعاء الثاني أيها الأحبة وهو دعاء مهم جدا على الرغم من قلة كلماته ولكن المعاني غزيرة جدا، دعونا نستمع لهذا الدعاء ونحفظه أيضا ونتدبره. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. سبحان الله يعني انا اتصور كل انسان اليوم يحتاج لهذا الدعاء، ما اكثر الاعداء الذين ينتظرون بك شرا حتى يشمتوا بك. وللاسف هذا العدو قد يكون ابنك او زوجتك، قد يكون هذا العدو اقرب الناس اليك وانت لا تدري. ينتظر ان يصيبك شر ليشمت بك، لذلك النبي استجار بالله واستعاذ بالله من شماتة الاعداء. البلاء اخي الحبيب خلقنا لنبتلى، ولكن لماذا استعاذ النبي من جهد البلاء؟ يعني يا رب انا ارضى بقدرك وقضائك وبلائك واذا اصابني مرض ارضى به، اذا اصابني ظلم او اذى ارضى به، ولكن يا رب لا تو... لا توصلني الى مرحلة الجهد لانني ضعيف، يعني ابتليني بلاء اقدر عليه، مرحلة ان تصل الى جهد البلاء الذي لا يتحمله الانسان قد يكفر، قد يلحد، قد ينتحر والعياذ بالله، هناك اناس لا يتحملون المرض ينتحرون، فاستعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من جهد البلاء لانه متعب جدا وكانك تقول يا رب انا ارضى ببلائك ولكن في الحدود التي اتحملها لا تحملني ما لا طاقه لي به الدعاء الثالث اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذا الدعاء اختاره النبي عليه الصلاه والسلام لليله القدر مما يدل على اهميه هذا الدعاء عندما سئل ماذا ندعو ليله القدر قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لأن العفو أخي الحبيب يعني إذا كان هناك ملك عفى عنك أمورك كلها ميسرة فكيف إذا عفى الله عنك سيحيطك برحمته وكرمه ورزقه ولن تشقى بعد ذلك أبدا لذلك هذا الدعاء يعني سهل وخفيف ولكن إياك أن تنساه أو تغفل عنه خصوصا في هذه اللحظات الحرجة في هذا العصر المظلم المليء بالإلحاد المليء بالمشاكل المليء بالهموم إلجأ إلى عفو الله عز وجل لأنك بالنتيجة ستموت وستلقى الله وحيدا فإذا لقيته وهو قد عفى عنك معنى ذلك أنه قد رضي عنك سبحانه وتعالى فماذا تريد أكثر من ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الدعاء الرابع أخي الحبيب الذي أودك أن تحفظه ولا تنساه وتدعو به ليس في كل يوم في كل وقت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر والله ايها الاحبه هذا من جوامع الدعاء كل الخير فيه شمل الدنيا والاخره اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري لماذا الدين أولا قبل الدنيا؟ لأن الدين أخي الحبيب هو الذي يعينك على الصبر يعينك على التحمل يعينك على الكسب الطيب للرزق يعينك على التسامح أن تعفو عن الآخرين يعينك أن تلجأ إلى الله بصدق يعينك على فعل الخيرات يعينك على العبادة الصحيحة يعينك أن تلقى الله وهو راض عنك اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي اليوم كثير من الناس يلهث وراء الدنيا لديه المال لديه الرزق ولكنه محاط بالهموم محاط بالمشاكل ينام وهو يحسب ويفكر يستيقظ وهو يفكر وطوال الوقت مشاكل مع الناس وبيع وشراء ماذا تركت لآخرتك إذا إصلاح الدنيا هو الخطوة الأولى لإصلاح الآخرة لانك تعيش في هذه الدنيا فيجب ان تصلح دنياك كمقدمه لاصلاح اخرتك، لذلك هنا عندما تقول: واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واخرتي التي فيها معادي، انت هنا ضمنت الدنيا والاخره، فتكون تمنح الحياه المطمئنه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير أهل الجنة لا يتحسرون إلا على لحظة لم يفعلوا فيها الخيرات أو يذكروا فيها الله تبارك وتعالى فكأنك تقول يا رب كل ثانية أعيشها اجعل فيها خيرا علم نافع صدقة عفو إحسان للآخرين بر للوالدين صبر على أذى الآخرين، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني يا رب إذا كان هناك من الشرور الكثيرة ما سوف يصيبني، إذا اجعلها بعد أن أموت، أن أرتاح منها، ألا تصيبني في الدنيا. فالشرور التي أعاني منها اجعل الموت راحة لي منها. الدعاء الخامس والأخير أيها الأحبة لكي لا أطيل أيوة عليكم، أيضا دعاء مهم جدا أتمنى أن نحفظه جميعا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سبحان الله يعني أيضا هذا دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به في آخر الصلاة إذا اللهم إنني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر او من عذاب القبر ومن عذاب النار، لان عذاب القبر هو اول ما أو, او القبر هو اول منازل الاخره، فاما ان يكون روضه من رياض الجنه او يكون حفره من حفر النار والعياذ بالله، انت الذي تحدد على فكره، انت الذي تقرر ماذا تضع في هذا القبر، يعني انت الان في الدنيا اذا اردت ان تنتقل الى بيت جديد ماذا تاخذ معك؟ تحاول ان تاخذ افضل شيء وتضعه في هذا البيت، طيب انت قبرك الان انت الذي تجهزه بعملك ماذا ستضع فيه الاعمال الصالحه ذكر الله الصبر والصبر ضياء كثره الصلاه كثره قيام الليل كثره فعل الخيرات الخشوع ماذا ستأخذ معك ام انك ستبني كل شيء بالدنيا وتاتي الى قبر فارغ خرب مظلم لا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال نسال الله عز وجل ان يتقبل منا هذا العمل وكما قلت احبتي في الله لا تنسوا هذه الادعيه النبي كان حريصا عليها وكان كثيرا ما يدعو بها لذلك احفظها لانك ستستفيد منها في قبرك ستكون نورا لك في هذا القبر وعندما تبعث ويوم لقاء الله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق